انا الشكايه قدمتها باسم قناه اللي هي ندى حسي، مي هي مدخله في وسط هذاك الفيديو ديالها على ان معها فلان وفلان 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 وفلان، على ان هاد السيده هادي راه باعت عليها حتى بعض الوثائق الطبيه تثبت على فقدان الاهليه لهذاك السيد اللي هو نزار السبتي. غير بالنسبه لنزار السبتي راه هو اسم لقب فقط، لقب شهره، اما الاسم ديالو حقيقي هذاك الشيء كتبقى الاختصاصات ديال الناس اخرين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في المحمديه مع ادريس وغريس، رئيس الاقليمي لمنظمه حقوق الانسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، اللي هما مكلفين بطبيعه الحال بالمجتمع الاقليمي ديال المحمديه. بعض المستجدات جديده في الموضوع اللي متبعاه المنظمه ديالهم يتعلق بالخروج وبعض الاشكاليات اللي طرحت في مواقع التواصل الاجتماعي في ندى حسي نزار مجموعه من الامور فيها الجديد. الشق الاول انه الجمعيه كتوصل بنداء من الام ديال نزار ونزار فيديو كيشرحوا فيه مستجدات جديده لشيء ما تميل ان نزار في بعض الاشياء يجهل ما يفعل. ارسلوا الجمعيه في شخص الرئيس بطريقه الفيديو، شوفوا معي هذا الفيديو. السلام عليكم، بغيت نكلف هذا السيد ادريس وغريس رئيس منظمه حقوق الانسان يتكلم علينا، لان هذا السيده كرفصاتنا نفسانيا، استغلت الظروف المرض النفساني، تكرفصت على السيد نفسانيا، تكرفصت على الراجل، استغلت المرض ديالو لانه في دير حادثه سير، وبان الدكاتره تمشي لي في اي وقيسه بان مريض الصرع، استغلتني انا، مثلت عليا انني مريضه في الاكتئاب، ومن الاخر كتخرج نمثلو. حنا ما كنمثلوش معاك، الا تهضر تهضر على راسها بوحدها. دابا حنا كنهضروا على حقوقنا وعلى حق هاد الولد اللي كرفصاتو كرفصات الرجوله ديالو. شوف انا ما شوف الفلوس اللي دات ليا والصالون اللي دارت على ظهري انا ما كيهمنيش، ولكن اللي بقى فيا الحال وانا ما قالت الله يرحم بها الوالدين، انا على هاد الشيء هذا غادي نطالب بحقي. كون مازال خرجت وقالت الله، قالت نزار تلاقينا خوت نتفرقوا خوت الله يعاونك، ما يبقاش فيا الحال، ولكن ملي درت لي هاد الشيء هذاك الشهاده كامله كنطالب انا بحقي يرجع ليا. السلام عليكم. لان استغلتني بزاف ديال الحوايج وحطمتني نفسانيا من الحاله ديالي راه بين العربون. وداك الشيء اللي قال ديال الشعب انا مخارج بالي منه، راه كل واحد كيتحاسب على حسب الاقوال ديالو، كل مره غتحاسب عليه. وبنبت زرو عاطفه زرو عاطفه زرو عاطفه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذا هو الفيديو اللي صيفطوا للرئيس. الشق ديال حقوق الانسان يميل بقوه هنا في الامر. الجمعيه لها حق في الاول انه تشكي ما يعاني منه المغاربه في مثل هذه السلوكيات، وكذلك بعض النقط تميل الى دور هاد الشاب في حقوق الانسان له الحق. غادي نشوفوا الموضوع مع الرئيس. سي ادريس، الا كان ممكن كيفاش توصلتي بهذا المستجد؟ عطوك فيديو، عطوك مجموعه من الوثائق الطبيه تثبت انه شيئا ما عنده اشكال في بعض القرارات اللي كيتاخذ، كيفاش شفتوا هذا الملف؟ السلام عليكم. كنشكروا سي يوسف عن قناه مغرب نيوز. فعلا احنا كمنظمه حقوقيه نسعى دائما للبحث عن حقوق الناس. بطبيعه الحال المغاربه هما الشق اللي كيهمنا في هذا الموضوع. النهار اللي نات هذه السيده هذه وقلت حياها على المغاربه، راه حنا دخلنا بشكايه وخلينا الشكايه مفتوحه عند النيابه العامه، يعني هما اللي غادي يقروا اشنو فيها. من بعد منها كنت وصل بواحد الفيديو اللي فيه مناشده ليا انا بالشخص بالاسم ديالي. هاد المناشده هادي جاتني من الام ديال واحد الطرف من هذوك المجموعه اللي معنيه بالشكايه. انا الشكايه قدمتها باسم قناه اللي هي ندى حسي، مي هي مدخله في وسط هذاك الفيديو ديالها على ان معها فلان وفلان 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 وفلان. احنا يعني ملي كنقدموا شكايه بطبيعه الحال الجهات المختصه والقضاء راه عارفين شغلهم، عارفين اش كيديروا، هما راه غيديروا الابحاث ديالهم. بطبيعه الحال الا مشاو تستدعوا هاد الاشخاص هادو راه يتسمعوا كل واحد فيهم.
المهم انا اللي كيهمني فهادشي كاع كامل وهي الفيديو اللي وصلني عبر الواتساب في نمرتي الشخصيه، كنشوف فيه ام مع الابن ديالها. كنتفاجئ الام اللي هي ام نزار واللي معاها هو نزار في الفيديو. كنت صنت الفيديو، كان نداء كما شافوه جميع المتتبعين راكم قدمتوه. الام ديال نزار كتناديني وكتطلبني بالاسم باش نوقف مع ولدها ومعها حتى هي ومع شي شخص اخر. ربما راه الحوار ديالها كان كيدور حتى على شي شخص اخر، واش الاب، واش شي حد معاهم، ولا ما عرفتش بالضبط. باقي انا ما دخلتش في هذه الحيثيات كامله، وانما انا كتنوير للراي العام سواء داخل الوطن او خارج الوطن. حنا راه ما كيعنيش اننا الا رفعنا شكايه اننا بغينا ندخلوا عباد الله للحبس، لا، حاشا حاشا لله. حنا راه الشق الانساني هو اللي كيهمنا، وهذا هو الدليل على الشق الانساني. وزائد على ان هذه السيده هذه راه باعت عليا حتى بعض الوثائق الطبيه تثبت على فقدان الاهليه لهذاك السيد اللي هو نزار السبتي. هذا نزار السبتي كيقولوا شواهد وكيقولوا الاوراق والادويه اللي كتستعمل مع طبيعه الحال. حنا سولنا مختصين في الصيدله وفي سميتو، من عطيناهم الاسماء ديال الادويه، قال لك فعلا هذه ديال الانسان عنده مرض نفسي. حتي في هذه الوثائق اللي سلمات لك الام بطبيعه الحال ما يمكنش ليا، ولا صيفطات ليا هي ديال الدواء ديال دوريبران ولا شي حاجه، انا ما نعرفش. مشيت قصيت في يعني ما مشيتش للطبيب، انا حاولت نتصل بالدكتوره المختصه او بالجهه المختصه، ولكن ما كانش اجابه. مشيت للفرماسيان، عطيت السيده تماك الله يجزك بخير، تشوفي لي هاد الادويه علاش كيتعطاو. من طبيعه الحال كتقول لي هادو كيتعطاو للامراض النفسيه، شي واحد اللي عنده مرض نفسي وشي حاجه اللي عنده في الدماغ. عندي سؤال واحد في الموضوع ديال التصويب، ديال تنوير الراي العام اكثر في الموضوع، الا كان ممكن تعطيني لي دات، واش هاد الوثائق اللي سلمات لك جداد ولا السيد فايت منه ديجا مريض هو بهذا الشيء باش نقربوا الصوره مع الراي العام. نعم نعم نعم، حقكم وحق الراي العام تا هو يعرف. عندي يا سيدي هنا الامور كتبدا من 2018، كاينه عندي هنا وثيقه في 2018 4/12/2018 معها دي دات اخرين، معها بزاف ديال لي كاشي، ما عرفت واش يعني نحاول نوضحوهم. معها شي ثلاثه ولا اربعه ديال لي كاشي تما ديال الطبيب، اللي وحده فيها 20/3/2019، كاينه 12/8/2020، وكاينه 12 ما بيناش لي هادي مزيان، واقيلا يمكن غير هادي، يمكن هي هادي. لا المهم 2020 انه حتى هو ملقب نزار، ولكن الاسم الحقيقي ديالو هو هذا. فوالا فوالا، هادي باش نوضحوها مزيان بدون ذيك الاسم. نعم راه الاسم غير ما تعرفوا الاسم ديالو صح. لا انا ما غاديش نذكر الاسم ديالو حقيقي، لان هذه مساله كتبقى خصوصيه. انا تواصلوا معايا في واتساب، يعني في النمره ديالي خاصه، يعني ماشي علنا. غير بالنسبه لنزار السبتي راه هو اسم لقب فقط، لقب شهره، اما الاسم ديالو حقيقي هذاك الشيء كتبقى الاختصاصات ديال الناس اخرين هما اللي غادي يتكفلوا بديك الامور. يعني مساله ليضات كاينه قبل من هذه الواقعه، هذا اللي بغيت نشوف. ليضات عندي هنا كما قلت لك كاينه واحد اوردونونس فيها 12/8 كاينه 2020 وكاينه 20/3/2019 وكاينه 4/12/2018 وكاينه حتى هنا 12/2020 هي شهر 8 هي هذه نفس لادات، هنا مكتوبه بالستيلو وهنا مطبوعه. هنا عندنا 4/11/2020، هنا عندنا 7/3/2019، يعني هذه قديمه، هذو الدوايات. هنا عندنا ان سيرتيفيكا، سيرتيفيكا ما واضحاش مزيان، يعني خص ذوي اختصاص في الطب هما اللي يقدروا يقراوها لينا اشنو كتعني هذه السيرتيفيكا. هذه السيرتيفيكا هذه حتى هي كاينه في 2020 وهذه ديال الدوله. ديال الدولة كنشوف انا ماشي مصحة خاصة. لا 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 لا، هذه ديال الدولة. بسيكوتري جو كوا ديالك. ها؟ صحيح. بسيكوتري يعني شي حاجة ديال سميتو. المهم الختم فيه برا ان هذا الشيء ديال الأمراض النفسية. حنا اللي كيهمنا في الأمر أستاذي، اللي كيهمنا في الأمر وهو باش الناس تعرف، الرأي العام يعرف، على أن المنظمات والجمعيات والفعاليات ديال المجتمع المدني راه شركاء المؤسسات ديال الدولة. حنا هما العينين ديال المؤسسات، حنا خصنا نوصلوا الحقائق. بحال دابا مثلا جاتني هذه الحقيقه هذه ونجمعوا ونطوي عليها ونسدوا كذا وهذه الى اخره، هنا كنخون امانه. الناس تواصلوا معنا. حقوق الانسان صح؟ بطبيعه الحال. هنا الشق الانساني انا خدام فيه. انا مادام انني
منظمه ديال حقوق الانسان الشق الانساني انا خدام به. ديك النهار رفعت شكايه ضدهم يعني كامل يعني ما كندفع بواحد راه حتى هما غادي يدخلوا في الحساب. وانما ملي كيتضح لي على ان المساله راه داخل فيها شي مثلا شي عائق من العوائق الصحيه او لا هذه الى اخره، هنا الشق الانساني كيخدم. عندي سؤال واحد الا كان ممكن، واش في هذا الزواج يعني ملي تناقشتي انت معاه صيفطوا لك هذا الفيديو هو والام ديالو، واش كانوا كيوجهوا لهذه الزوجه اللي كانت موضوع النقاش معاه؟ واش داك الشيء مفبراك ولا تمثيل ولا حقيقه ولا هذه كلها احكام؟ واش كانت على اطلاع بانه هذا الشخص راه عنده بعض الاشياء تتعلق بالطب النفسي، عنده بسيكاتري يتبع معاه؟ حنا ما غاديش نقولوا فاقد الاهليه بمره، ولكن في مراحل هذا وثائق طبيه هذه اللي تزوجات به، واش كانت على اطلاع؟ استاذي بالنسبه لفاقد الاهليه ماشي حنا اللي غادي نقرروها، حنا راه كنطالبوا وكنعاود نقولوا، حنا غير كنوصلوا نقولها بالدارجه، كنوصلوا الخبز للفران وخلي السيد اللي غادي يطيب ديك الخبزه كيفاش غيطيبها. حنا بغينا هذا الشيء دابا غير كنوصلوه، وهما راه غادي يعرضوه للخبره وخبرات ماشي غير خبره باش يعرفوا هذه المسائل. اما من الناحيه اللي قلتي انت قضيه ديال الزواج، حسب ما شفتوا في الفيديو كيف جميع على ان هاد الناس هادو كيقولوا على ان ما كيمثلوش وحده بالنسبه للزواج، يعني حسب السؤال اللي قلتي لي راه ما كيمثلوش، يعني من بعد ما كيمثلوش قضيه ديال الزواج يعني انهم ما كيمثلوش حتى في هذوك لي فلوغ اللي كيديروا كاع كاملين. هاد بالنسبه لهاد العائله، هذه عائله السبتي الام والابن اللي خرجوا في الفيديو. اما القضية الأخرى اللي هي مهمة وخص الكل يعرفها، وهي أن في حواري مع هذا الطرف راه قالوا لي على أنهم ماشي هما اللي مشاو للخميسات، راه أصحاب الخميسات اللي جاوا لأكادير. يعني متتبعين الكرام راهم فهموا، يعني راه العروسة اللي مشات للعريس ماشي العريس اللي مشى للعروسة. تفضل إذا كان شي تفسير آخر. بقات عندي مسألة أخيرة، هو دوركم نتوما في هذا الشق ديال الحق ليه كانسان، لانه هو دلا لكم بوثائق في المرض ديالو، والتعاطف ديالكم مع الام بشكل كبير، لانه الام مسكينه ضحيه هي هذا الوضع. يعني هذا الشق القانوني واش في اطار تفعيل الشكايه غادي تدرجوا هذه الوثائق باش تاخذ بعين الاعتبار، والنيابه العامه بطبيعه الحال هي لها الحق انها تفتح تحقيق اكثر في الموضوع وتشوف هذه الامور تحيلوا مع الخبره وامور اخرى. يعني هذا الشق القانوني اللي خديتوه نتوما كحق انساني لهذا الشاب. احنا بالنسبه لنا سي يوسف الشق القانوني باش نكون واضحين، راه الشكايه من تحطات عند النيابه العامه ما معنيش على انها راه مقبوله 100%، راه ممكن ان الشكايه تحفظ ما تدوش. هذه وحده، هذه مساله مفروغ منها، ما يعني ما نقدروش ماشي حنا اللي كنقرروا فيها. كاينين مصالح اللي هي على درايه اكثر بالقانون. حالتي الا تفعلت الشكايه، الا تفعلت الشكايه، حنا بالنسبه لنا الشكايه واضعين طلب رد الاعتبار بناء على تصريح عبر فيديو من طرف فلان فلان فلانه، يعني ما مدخلينش حنا هذا الشق الاخر. الشق الاخر شكون اللي مدخلوا واضعه الفيديو اللي حطات الفيديو. حنا بطبيعه الحال الى تم استدعاء ديالنا راه حنا غادي ندليو بهذه المسائل هذه ونعطيو الشهاده ديالنا، كاين حتى مشكل. اما المساله ديال هاد الاوراق اللي توصلت بهم وهذاك الفيديو توصلت، هذا شق اخر. هذا شق اخر، كما وضعت شكايه ضد من استحمر الشعب المغربي فانني سوف اضع ملتمسا بهذا ملتمسا لتبيان على ان احد الاطراف يدلي على انه فاقد للاهليه، ولسنا نحن اهل للحكم. حنا ما كنحكموش، حنا غير غادي نوضعوا سميتو. وانا راه ديجا وجدت واحد البلاغ للراي المحلي والوطني والدولي، كنشرح فيه هاد الحيثيات الجداد اللي دخلوا، وان شاء الله داك الشيء راه غادي ننزلوه عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي وعبر القنوات. وان شاء الله راه حنا شوف سي يوسف تعلمنا من الناس ديال الحقوق على ان الشق الانساني خصو يكون حاضر. خصو يكون حاضر. السيد الرئيس شكرا لك، وكنتمنوا لكم التوفيق في هذه المهام الصعبه صراحه. المشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا، السيد الرئيس يناقش الملف بشقين، الشق القانوني والشق ديال الحق الانساني اللي هو حق لكل مواطن. نزاروا الام ديالو تدلوا ليه بمعطيات مهمه في الموضوع بانه في مرحله من المراحل
ممكن يكون نزار بعض الاشياء او الخرجات ديالو وهو فاقد الاليه بادله طبيه. هذا هو حق كانسان اللي بطبيعه الحال دور الحق المدني انه يوجه هذا الامر للمعنيين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.